السلام عليكم ورحمة الله من مشعر ميناء موسم الحج 2024. فريق عمل شركة ضيوف البيت جينا يوم قبل ما يوصلوا الحجاج ديالنا. غدا إن شاء الله الحجاج ديالنا غادي ينطلقوا نحو ميناء. جينا نراقبوا المخيمات، نشوفوا الأوضاع كيف هي هنايا مع الفريق. بسم الله الأمور كلها جاهزة باش يجيو الحجاج ديالنا مرتاحين في أمن وأمان. ما شاء الله الوجبات جاهزة. شوفوا ما شاء الله، شوف أول حاجة كتدخل كيستقبلنا الآيس كريم إلاظوس، كل أشكال الأنواع، العواصر، اللبن، الماء، كل شيء. هادشي 24 ساعة على 24 ساعة ما شاء الله. القهوة هادشي كما قلنا يستمر طوال فترة المخيم 24 ساعة على 24 ساعة. كذلك كاين المطعم بوفيه وقريب لنا حنا المخيم ديالنا، مباشرة كنخرجوا من الباب كنلقاو البوفيه. ها هو ها البوفيه، غادي ندخلو، كندخلو من الباب 51 مباشرة. غادي تجبر الشارع الأول على اليسار، لا الشارع الثاني على اليسار. بسم الله سي عبد الله، هذا ديال الرجال. أول حاجة خصكم تعرفوها باش إذا تلفتوا، حنا المنطقة ديالنا هي منطقة خضراء، اللون ديالنا لون أخضر. أي واحد تلف يقول لهم يدوني اللون الأخضر. بسم الله، هادو هما المخيمات ديالنا ما شاء الله، مبردين مكيفين، الاير كونديسيونادو، كل شيء موفر ما شاء الله. الكنبات ديالنا هما كاينين هنايا. غادي نفتح لكم ان شاء الله شي وحده. فتحنا هذه سي عبد الله، الله يجزيك بخير، باش تاخذوا فكره باش غدا ملي غادي تجيو غادي تعرفوا كل شيء، غادي تعرفوه اليوم قبل ما تجيو غدا. هذه لا موتشيله، كل حاجة غادي يكون عنده هذه الموتشيله هذه، والمخده والمطافي غادي يحط الصباط ديالو، وكذلك الفراش اللي غادي يعدل فوق الكنبه. الكنبه كتفتح بهذه الطريقه سهله، كتنزلها هكذا وكتنعس عليها، كتفرش عليها هذيك الصابانه والمخده وكتنعس عليها. عندنا هنا البريزات، كل حاجه عنده البريز ديالو باش يكارغي التليفون ديالو موبيل. فهذا هو المخيم، هذا 207 هذا ديالنا. غادي عندنا كذلك 208 هنايا عنده الباب ديالو، راه هي الباب ديالو، وكذلك 209 و 210 من جهه اخرى. كل هذه مخيم خاص بالرجال. بعد ذلك 211 و 212 هذه مخيمات خاصه بالنساء. المهم حنا غادي نكونوا معكم الفريق كامل غدا ان شاء الله، غادي يكون معكم الفريق ديال المرشدين غيوريكم كل واحد البلاصه. يلا بسم الله، شوفوا دورات المياه. حنا المخيم ديالنا عندنا كل شيء قدامنا، ها هما الغرف هنايا الرجال، النساء الجهاد اللي هنا، وكذلك عندنا واحد الغرفه ديال النساء هذه سي عبد الله وريها لنا حتى هي، هذه ديال النساء كتفتح كتلقى هذه ديال النساء، هذه 272 زائد 211 و 212 مباشره كتخرج من الغرفه ديالك كتلقى بوفيه الماكله. ها هو البوفيه، الوجبات الفطور والغداء والعشاء. ملي كتخرج كتلقى البوفيه مباشره البانيوس، يعني ما عندك فين تضيع، كتخرج من هنا وكتجيب حالك من هنا واحد ما كملاش حتى 10 المترو، كتلقى قدامك البانيوس ديال النساء، الحمامات ديال النساء، وهنايا ديال الرجال من هاد الجهه. كل شيء هادو بانيوس والدوتشاف اللي بغى يدوش عنده من الرشاشات تما، ولهاد الجهه حتى هي نفس الشيء، هنا الحمامات والدوتشات ديال النساء، ولهاد الجهه كذلك الحمامات والدوتشات ديال الرجال. فالامر سهل لك سي عبد الله، كل شيء هو هذاك، الامور طيبه، نقدروا نطمئنوا الناس ياك. يلا على بركه الله، غدا ان شاء الله غادي ننطلقوا والامور مضبوطه. السلام عليكم.